فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز الإنابة في الحج للشخص الذي ليس به بأس وهو حج فرض؟ لا، ما يجوز الإنابة في الحج الفرض إلا لمن يعجز عن مباشرته، لمرض مزمن لا يرجى زواله، أو لكبر وهرم فيوكل حينئذ لأداء الفريضة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.